السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ملاك الموت الأمريكي تحول إلى ركام أمام صواريخ الحوثي، مقال مترجم. وهذا أمامكم هو الموقع كما ترون، وهذا هو المقال أو التقرير الذي تم نشره بتاريخ المبين أمامكم والموجود في صفحة المقال. وإلى التفاصيل، قال موقع إسباني إن جماعة الحوثي في اليمن تمكنت من جذب الانتباه الدولي والإقليمي وإعادة تقييمها كقوة لا يستهان بها على المستوى الإقليمي إثر ما نفذته الجماعة من هجمات وضربات، بدءا باستهداف السفن بالبحر الأحمر وانتهاءا إلى إسقاط طائرات أمريكية متقدمة. وعلق موقع ناتورا توداي الإخباري الإسباني على إسقاط الحوثيين لثاني مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 خلال أيام، قائلا: ملاك الموت الأمريكي تحول إلى ركام أمام صواريخ الحوثي الثانية خلال أيام. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 مزودة بتكنولوجيا عالية ويصل ثمنها إلى 30 مليون دولار. ولفت الموقع إلى أن طائرة MQ-9 تعد من بين أحدث الطائرات الأمريكية بدون طيار، وتضم مواصفات تكنولوجية عالية منها نظام رادار متطور وكاميرات ومستشعرات عالية الدقة تستطيع مسح منطقة قدرها 360 درجة، بالإضافة إلى قدرتها على العمل في الظروف الجوية القاسية، لنجدها بالأخير تتحول إلى ركام أمام صواريخ الحوثي. وأضاف الموقع: أعلن الناضب العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الثلاثاء إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهمة عدائية في أجواء وسط اليمن. ويتابع الموقع: نشرت الجماعة مشاهد من إسقاط المسيرة الأمريكية MQ-9، وقالت إنه جرى إسقاط المسيرة الأمريكية بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك بعد أيام قليلة من إسقاط طائرة من نفس النوع شمال شرقي اليمن. وذكرت الجماعة أن إجمالي الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود من هذا النوع وصلت إلى 5 طائرات. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.